عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الطابع الشريف وبدائرته الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وبداخله محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه. رعايانا الأوفياء المخلصين سكان إقليم قنيطرة، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرعيا لما نوليه لإقليمكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه به دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي عاملا عليكم خديمنا الأرض السيد عبد الحميد المزيد، لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة إقليمكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانه، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كثب ويعنى بصغيرها وكبيرها
ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم صابرة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق. والسلام. أحر التهاني على التقى المولوية الثانية التي حظي بها، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيينه عامل لجلالته على عملة أكريم قنيطرة على ماستر في القانون الأعمال. بدأ السيد عبد الحميد مزيد مساره المهني سنة 1992 كرئيس المصلحة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.